أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة. ارتفاع جديد بتشهده درجات الحرارة في مصر على معظم الأنحاء. الارتفاع ده بيأتي مع انتصاف شهر رمضان الكريم تقريبا، بنحس بيه خاصة لما بنتعرض لأشعة الشمس المباشرة في الشارع. طيب، حالة الجو هتكون عاملة ازاي خلال الأيام القادمة؟ دكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، هتكون معانا للحديث أكتر عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة. برحب بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك أستاذة نهال، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين بخير. خلينا نبتدي من النهاردة يا دكتور، ارتفاع الحرارة الجديد اللي بدأنا نشعر بيه مستمر معانا لحد إمتى؟ هو فعلا بدأت درجات الحرارة ترتفع تدريجيا بداية من النهاردة الأربعاء. النهاردة المتوقع توصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة، لكن بداية من غدا الخميس هيكون في ارتفاع آخر وتوصل ما بين 36 و37 درجة العظمى على القاهرة، وطبعا بالنسبة لجنوب البلاد هتكون ما بين 40 و41 درجة، والسواحل الشمالية من 30 إلى 31 درجة مئوية. هيستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة حتى الأسبوع القادم، في تقريبا حتى منتصف الأسبوع القادم مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة، حتى يوم الثلاثاء القادم مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة اللي بتتراوح ما بين 37 و36 درجة بالنسبة للقاهرة. طبعا السبب في هذا الارتفاع هو تأثرنا برياح شرقية إلى جنوبية شرقية قادمة من الجزيرة العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية، طبعا بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وبشكل ملحوظ. وطبعا زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة، احنا بنشعر بهذا الارتفاع أكثر في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس المباشرة. فإحنا دايما بنأكد على كل السادة المتابعين، فترة الظهيرة من الظهر حتى بعد العصر يفضل تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة. لو احنا مضطرين لذلك او احنا مضطرين للخروج او الوقوف تحت أشعة الشمس، يكون معنا كاب او شمسية او اي غطاء للرأس تجنبا للإصابة بضربات الشمس او الجهاز الحراري. طيب يا دكتور، بداية من بكرة الخميس ان شاء الله هيكون اجازة، العطلة الأسبوعية، الجو هيكون عامل ازاي خلال الجمعة والسبت والخميس؟ الجو مستقر تماما، في استقرار تام في الأحوال الجوية. هو اللي هيأثر علينا ارتفاع درجات الحرارة، هنشهد نشاط رياح على بعض مناطق زي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، شمال الصعيد، جنوب سيناء، لكن هيكون نشاط رياح عادي جدا، هتكون نسمة هواء لطيفة نقدر نستمتع بيها، مش هيكون مصاحب لي رمال أو أتربة مسار. الجو أكثر من رائع ومستقر تماما خلال الأيام القادمة إن شاء الله، نستمتع بالأجازة ونأدي أحسن الأوقات. الأسبوع القادم يا دكتور، هل سيحدث تقلبات جوية مرة تانية؟ هل هنشوف انخفاض شديد في الحرارة مرة تانية؟ لا، إن شاء الله الأسبوع القادم حتى يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين ارتفاع درجات الحرارة مستمر معنا، يمكن مع نهاية الأسبوع إن شاء الله تبدأ تنخفض درجات الحرارة، لكن مش هيكون انخفاض بشكل كبير، هيكون ترجع للمعدلات الطبيعية ما بين 30 و32 درجة، فمش هيكون في انخفاضات كبيرة في الحرارة إن شاء الله. فرصة وجود أمطار يا دكتور نسبتها قد إيه؟ أعتقد إن هي نسبة ضئيلة جداً. حتى الآن كل الخرائط الجوية بتشير إلى عدم وجود أمطار على معظم مناطق الجمهورية، يعني من النهاردة وحتى منتصف الأسبوع القادم ما فيش أي فرص أمطار على معظم أنحاء الجمهورية، فنقدر نستمتع بهذا الطقس إن شاء الله. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنصح المواطنين بإيه هذه الفترة، خاصة يا دكتور مع وجود هذه الموجة من التقلبات الجوية الشديدة؟ دايما بنأكد على متابعة النشرات الجوية يوميا، نظرا طبعا للتقلبات الجوية اللي مستمرة معنا منذ بداية فصل الربيع من 21 مارس وحتى الآن احنا ما زلنا في تقلبات جوية ما بين ارتفاعات وانخفاضات في الحرارة. بننصح طبعا بارتداء الملابس القطنية الفاتحة أثناء ارتفاع درجات الحرارة وتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة. أثناء فترة السحور نتناول طبعا المياه بكميات كبيرة يعني الأغذية اللي بتحتوي على ألياف ومرطبات تجنبا للشعور بالعطش أثناء فترة الصيام. دكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. العافية فندم، شكرا لحضرتك. كنا معاكم في تغطية خاصة حول حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية، انتظرونا في تغطيات وتقارير أخرى جديدة على مدار الساعة. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.